من تشامبيونز ليج، إذا مباراة الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي انتهت بالتعادل وبالنتيجة نفسها بهدف لكل فريق. حامل اللقب بايرن ميونخ واجه صعوبات كبيرة في تخطي عقبة مضيفه مانشستر يونايتد، ليكتفي الفريقان بالتعادل بهدف لمثله، تعادل عزز فرص البايرن الذي يستضيف مباراة الإياب. وسط حضور كبير في أولد ترافورد، قدم مان يونايتد واحدة من أفضل مبارياته، رغم أنه استحوذ على الكرة أقل من 30%، نسبة هي لأقل فريق في البطولة حتى الآن. الشوط الأول انتهى بالتعادل من دون أهداف، وحملت بداية الشوط الثاني تقدم أصحاب الأرض عبر القائد فيديتش، قبل أن يعود بايرن عبر شفاينشتايجر الذي خرج مطرودا قبل نهاية المواجهة بسبب تلقيه إنذارين.